الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا لمعنت وحنا نشوف إن شاء الله الشيخ هني شيخ عبد الرشيد شيخ علي الصوفي أن وحنوج هدين دونا إن شاء الله محاضرة أما كلمته إن شاء الله إنوج هدين دونا أن الصومالي نكوب دونا إن شاء الله أن ترجمان يحمل جري دونا جماعة تدخل حضور الصومالي إن شاء الله. فلي تفضل مشكورا الشيخ. الحمد لله نحمده ونهدانا للإسلام، جعلنا بفضله ورحمته من أمة خيرنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال ربنا جل جلاله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا بما سمعنا. أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم
كانوا يمتعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أفرأيت، هل أخبرني فاليوم بين يديه إن متعناهم سنين، إن متعناهم سنين. هذان الراحيل والنورين الرشاد ويد سنين، سنين جمع سنة، سنوي. لا إله إلا الله. فرأيت إن متعناهم سنين في باب التجويد قصري بعد آخرها قدر حركتين سنين، دل دوننا أربع حركات بعد ذلك سنين، دل دوننا ست حركات سنين. هذا في باب التجويد. وفي باب الوعد نفس الشيء سنين. هذان اللورين إن يربو قابها مغطو بها مغطو إن سيري مدد طويل مغطو. أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين من النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى الأعمار تيرو وما بين ستين والسبعين لحدا يتضواتا بين كل حي سالك الله، وقليل من يتجاوز ذلك. إن يربو أنت قدوك تبو من النبي صلى الله عليه وسلم سنين تاسوكا هدي أنور راح ينبوي. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، حلو حلو بلغاني إلو يا وحي إغيب كاها إلو بدري إلو يا وحي أما لو بدري وحد إغيب كاها وبيل ماتوا سنين توارا مات بلنتي بطا حيب بيجاني. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما حيبوا ترتيب الكوحي لو راحيني سنين ديوانا ما تلو راحيني واختي قلو تبدلي وإشتور قاني حيك هاي يوان حيبوا ترتيب وحوي إلهي وحلا الله يذكى أولو العقول أولو الألباب. ولذلك إلهي دائما القرآن حكسوا على إنما يتذكروا أولو الألباب وحن حسوس سنة يا إيمان لقى شيء كيني وذلك عقلي ذلك عقلي قال هي لله هذا ما هي قال واحد غير عاقل مثل الأنعام حيوان كسين سوق الأونر كأي سنة هذا كان موجه ما هذا كان وح موجه بيها يقول له جيدين يا ولقوا أن لي إنما يتذكر أولو الألباب ذلك عقلي سنين بلغوا راح يكتبنا يبغوا هذي نقطة عين بقوتي هاي كوثرت محل كايسة وهي الدنيا تكون راح يسلم حتى عيسى حضير فهم يا الله القاسي وقد إير فهم يا قوفر إن هذا العالم إن فهمت قيمة لا تدوك إلا هذا بس قيمتها. طب إذا أنت أي كائن استعيشه ومسيح أو بدل آخر أنت لا هذا عيسى هذا الصحابة دي زمن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سادات يسوع يعني الدنيا ذو شيء بسيط يكتب لك عليه مثال أهان يعني ما معنى شيء غير حديث في صحيح البخاري سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما قال لي نذير كسبها نذير لحم بها حضنا زوجتي سميمونة أي هبرير واحد ميمونة رضي الله عنها هبرير بها واحد وهوير يعني هذا يبقى مركز نبي صلى الله عليه وسلم هي حبريتي سوما مركا إسلام تابو بيري حبرير وطعي مسألتا كل ساعة من كل ساعة الله مسألتا كل ساعة ما بيزين مسألتا طبعاً إن شو قادش يكرا شو قادش الله باتنا قادش يبركمو ين أبور مودي أهل سوما هاي ما بيقول شيء سوى هاي هل قو ومرك كل لها يتهي ورس كل بعض مرك يقبو بها تهينا قيب نبوه وقصح ذا قيب نبوه هو ذا وقال سوء ابن عباس الكبير رضي الله عنه
نبي يحاس فيه سي حواريرتي ما خدده بركنتا بدر كده كشهده أنا من بركنتا بدر كده كشهده يعني جيش كو بركنتو كده كشهده شو لابد دودينا محاك كشهده بركنتا بدر كده كشهده ولا سهل لأن الدنيا بسيطة عندهم ما عندهم مشكلة مركا حياتنا مركا ويل كيرا انت الان تاديش انت تحينا يعني هو روان روش اللي بيقول له اوغادو دنك لما شو ما ايمان لك بل هبين كيف اللي بيقول سمعين اوغادو وفعلا هو اوغادو وحوي الوا نبي بصوك عايب ويل ابيك بصوك عايب ويل انت قونا ويسبب ايشو تاني سورة ده آيادها قدام من سورة عمران بأخرية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها سوخريب كما علينا أبوك عيون وبيروا بيه هلكا تشيس سورا أي سوقات وهو سيستيم صلى الله عليه وسلم أقرد الرسالة لبوك عيون وقل خيس إستقل خيس يوليا مركز أنا نكع يوزي وأنا لو سيستي سيبسي وكذا مركز أنا قرب كيس سوء ستاري مركز أنتو markii hore ma la dhinaca kale midii bixin ka isaray taas uu gacanta si barakaysan madaxiga saaray ayuu dhagtay saayiga yar soo tijiyay buuro dhinaca kale soo istaagay fafata la udhuri markaas uu ka sheekay wuxuu yidhi laba rakcood tukadi hadana labo hadana labo hadana labo hadana labo yani toban rakco kadibna mid buu ugu tiriyay buu tukaday thumma nama cala shaqihi alayman inuu ismidii ku shaaxday إلى مؤذن كيو بما دوشلو إلى صلاة الفجر كيو أي أنا كان يعني وانا رول بسيطة أو إسك سهلة أو أنا لو مثلا احتاجي سنة أنا قلت هذا دوير أنا لو أنت وآخر الأوليات أنا دويري بويني أنا لويناتي وحان قلت على دمني وحان لو ترقى نقول هذا مركة ليه أنا كان غيب أنا مبرك شيء ثاني وحتى أصحاب النبي يقولون يا رسول الله يعني حصير كان يريد أن أتكشى حتى يقرب كان كم وغير يعني يقولون كذا أن يذهب عبد الإنسان حليل بيكشى حلان يمين أو ناس أما ترضون أن تكون له من الدنيا وأنا الآخر أبوك جواب جيد يومنا يدون غاتا أن نقول الآخر ولا ترغي بيرد إنك سواحد أنا ما أسألنا شيء شيء كريم بأخضر الله لأنه محيا يعني مو من قوانين ودوكا سواء مسلم قوانين نرسي سكر في حالات وغرق على في عمي وحيانا وانا ريت سامع نرسي هذا في حالات قصري يوحر الترسو مش هذا التوجيه لكن ما ضمانا قاعد يتعقد بقليل نجري هذا حديث كلابين يقول لي لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في كل ضيعة الاهتمام الاتجاري وعايها سبعي سنين سيدة البيض وجعلاني وها حديث هذا لم يجعل حديث تكلم لجعلها نعمة الرجل الصالح مع المال الصالح على فاسهاب يعني هذا جعل هو كذا لم يجعل إن البلادة من الإيمان يعني فوالله ما تقرأ أخشى عليكم لكني أخشى أن تبصد الدنيا كوا سحالي لقدا وعن مؤقردا كوا كذا نعمة الرجل الصالح والمال الصالح يمنصف درجات في سيوح السيء أبو على كل حال وحانوت إله وقيمي وحرد وقيم بقوالي يصد الرزق لمن يشاء ويقدم إله وهو يقيمي زمك حتى إله وقيمي الله رب العالمين وحان يتوب لنوجياني وهمركا يغلبت أن نرسى تيسيري إله وشينك لتذكره لكن حكمة يعلمها الله أنونا هدواني حلوان حتى واحد لنا نقول تري أصحاب اللي نقول ترينا دي ما شو اللي سوى فريسة الله يعني دي تمين فاقية والله دي تمين فاقية هي محل هو ابتلي بالقلة والمجاعة والفقر اللي دي تلا ودلا واتو هلكم من الولاية والفوضى الظاهبة ورعته من الفقر أخشى عليكم فقر إذا كبق ما يعني يعني دي تني كوجوس ما
ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما تسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كلام رسول الله. المغداد رضي الله عنه، مغداد بن الأسود، يوحى صحابي وصغير وكهبة مش كفتة مرة حوله كفتة كلنا تطلع على الحق الواحد مع بعض المشي يعني لكن كفتة برضو بزعوها أقول لنا فحولي لأني يمين كلو صاحب النحي أي جاجة نشيل وحن قارني دول هير أنا أرجعي مغر كده لتنا وحبار كويني وحن مغلوبين فكما هذا يعرف مشي قالي وحن أصحاب دي بعنا هذا يقول سي هذا دي لا واحد نور لقاه ويني بس أنا بيقول لي يا رسول الله حركة نور كسمارية ساسا قاري كنا كاني بقولي بقولي إيشا دول هيك يعني ده عرض كل إيشا هل كان ريبا إنه واحد من بيدي ريبا قرري ريدا هذي مركا سوه يتنقل ليسا مركا وركا كل استان سطح قيمة خير لا بقي مدي كعب قيمنا عني إلى تنا يا قرري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي المكان بعدها تيبا بكم سني ماشي بعد المعنى ريدي بعد السنة أنا هب أنا قريب عن عبا صاحب في مقيمة كل عبا قيمة النبي قال وارو دبول مع ماشي عن وقت النبي دبول ماشي عن دبول كل كوع جد وزود هيك هبيك لأن أمتي دعوتي وفودي جهاتي وعبا وفي جناه فكان يتأخر لي ما كسوق على النبي صلى الله عليه وسلم زار الدعس كان يسلم سلاما بون سلام الجد يسمع اليقظة ولا يوقظ النائم كان سوج إلى سلام ومغلوب لكن كان بقدر كعب مالي يعني سنة خفيفة أي من أبو مركز السلام جريت له مركز سوج ويكيسي هذا جريت أنت هم بدي أنصر على النبي وعبد جريت هم يجلس تاسع رضا وحول هم يذهب إلى ذلك مدة أي شيء لا هو يفوز مركز من خيط يبيع فيه صحيح كان خيط يبيع فيه أيوة أنا مسخر جيف الشيطان تيجي من الرسول الله صلى الله عليه وسلم بي ما هو صوم رجع سبحان الله ده بس كسين كان عن صوم ملك الكهف كان أنا قلت عسير نبي أنا أقول كعب دوري أنا هنا نبي أنا كعب أنا قلت حديدي يقول أقولي فلم يزل الشيطان يقول الشيطان كي يمزوني يحرضوني يقولي إلى أنا هنا نبي كعب حتى أن عبيد العالي والكبر عليه بعد كل فتيل فما أن تغلغل اللبن في بطنه قرتي عليه على وجهه كفقر ليوقع أن أما يستي أن الندم يتيرانه تي قدر بيسيب أيوتن شليت عليه وي ولي قالوا ما تبع باري حد أيه هو لماتي حيرنا لو كاجي سماي من دون شيء ده ما هو شيء بكرين ما لك الله كسرنا تبلو كاجي سماي من دون أنت سير على هاي مكي وماشي كوال يبوك هواري هذا كوك هواك وحبك كهل ما يبقى أرث تيبا يوصل بكتيب مكا هبينك أنت ولد ولا مغنى ما أنا قمين بوي فأما صاحبي صاحبي فأنا واسعني وأما أنا أنه صمى فلم أزل أتقلق أنا أنسر الرضو أو أن لا يهدو لي حتى قلت قلت نبي سوق لدونا مرفين كل يوقعوار دونا وحكم دور إلى أو نبي يقول صلى الله عليه وسلم سلام حبيبك أهيكم السلام سيدي على الله ويلكي بؤالي ملكي ويلكي فروح وكواهي دعمي شكر تعالي بوشك فمدري لي كعبين أي قرب تاني ما كاسان يقين سريب ويني أردت أن كبقي إن هدفته وحاولت أن أعبق عمها قرب تاني أروي هماري كعبو قرب تاني ما كاسو حبير ويني اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني اللهم أطعم من أطعمني إله من جمال تقول السي والرسي إله وأنت رسي إله دعادي ما مغرب لما كان ما يعرض أصحابه عجيب لي دعادي أفكى النبي كسوب أحلي صلى الله عليه وسلم إيه يقول كده على مرض وإحنا ما هيستر عصب إياه تريد يقول إنه زوجه وعبتن
وهذا الدين ينسب مبارك دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عنها تعب شو النبي مؤر الإله ما ذكي قبسي قبسي دعا لها شو نبائم وإني نقول كدعين من دين باقاتي فأخذت المدية ردي حاجة يوانو على الدولة وحدا عيب أنت ردي قول قلنا لا جينا نسمكين نبي هو كان فقال الله مركان ردي يبتدي كعيب ويطلع أنا قول أيا وحان ليا وحان كيدو عند ذي دعاك بوحان فوجدت ضرعها حفلا من اللبن عانا وحابك بوحان تلو قرر عرق مركان سانويل كي دوني بي هنا نسو ما بقاري فطلبت إناء لآل محمد ويل كان كوي غير من محمد صلى الله عليه وسلم غير يسكر أي أن تدعو تيمو يريسي عنه وحن ما بكوحين كرام ويل فيها وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فوالدنا فوالسي بي ويل كما كان بحي نبي وبرسول مغضي اشرب يا رسول الله يعب عنها كوي مركز يقول اشرب أدرعب مركز أنا يقول يا رسول الله هذه عبي مركز وحيد يقول أرتبل أدي لصاحبك عبا يا رسول الله وعبنا أنا مركز الحح لئي أيوه نجوا عبي فلوس ما قال الله مركي وعبي مر والبقول وصاهم بي يعني لا عبي يا رسول الله يا عبا أنا أقاريب المركز أنه نجي بركي أيام كلك قصر بعيد فارتميت إلى الأرض من الضحك قصر لي أن قصرك أي أقولك رجعين قلت السلام يقول إحدى سوآتك يا مغداد أردت أنا لا تقول قصر لي شيء وحياليه فلبك يا حماية الميجة تقول كم يدويني واحد سوى شيء شيء يوم قصر وقول نقول يا رسول الله عرصا سلطان بكي شيطان كهبئين على هذه يوم أصبح إلى كعب ساعه سألت أحيان وكسر رزق ساقه الله إلينا وي أرض صحيح كي نكعي خيرك أنا هذا اللي إسناها علي مركي هو رأي مركي هو رأي المكتب على صحيح كان وصوك مركي سنقول يقول لا حاجة لي به قد هاي نجيب وهم الكدر قد يقول صحيح كان أبي أبو الكدر أرد هذا حديث هذا حالي مشاهد وأتقل صنع رأي مثلها معناها نرش ولا بسيطة هاي الدنيا ظهر كثيرة تغني لكن آخر حقيقة تغني أخذي أعمال شو يقول وإنك تغني أعمال شو يقول وإنك تغني يعني ليه صحابي وقيا من ليه كتغني بجي وإنك نوع غسي ليه صحابي وقيا من ليه لأن تغني ما بي تجرب بيان وعدين أو شرع إلى الرجوع الدين إليه وقيل هذا بعض المرات سيدي كيني في أعرابي لها النبي يقول إيه مرت سنت صلاة دود ويدي إيه صلت ويدي مرت تبه صلت إزعاد إيه والله لا أزيد على هذا ولا أنقص زيادين ما يرى ناقصين ما يرى والنبي يقول أفلح إن صدق عبدو خنشه هو أفلح أما دخل الجنة أما الجنة وقال إيه ولبيان الحكم لكن من شيء من صحابي قصيد الناس وقال هذين كاتورا بتسجد فرق كتابي وقال قيام الليل من لا مع حزبه أو عن شيء منه فقام هما بين فقرأ هما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكان هذه عملة قيمة لا ما هو بقول لا ما هو كار هبين الغد لا تكتب إنه خلينا بوقت المال يعني هو خلينا لأنه فرض إني كل هنا وكان يسجدها حسب يسوق قريب ويجي وهذين قصص تقول أو هذا ما هناك أين هذا العمل؟ بل إيه وحنا نقول حا الله نقدر بدافعين وأنا وحمل فهم الله هاي وفهم لي اللي نصابه كله شيطان بكاديس رونا رونا شو شو وهو يدني بنا بيقولوا شيء واحد يهمل سوق جيفي هو بريستي قال ذاك رجل بهذا الشيطان في أموري شيطان كأي عرفت كذكاجي شيطان عرفت كذكاجي كذا ما هم كذا أو ملموس ولا تابعه عالم كعالم غيب عالم غيب بعد ذلك لكن شيطان هو كذكاجي هذا الكلام يقول الله عليه حديث كان للأسف الشديد باب قيام الليل بكجرامويه
باب صلاة الفجر في المجر. ليه؟ لأن الـ 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 يعني القوم كان عندهم الآخرة عظيمة، آخرة لوينين مركاسي أعمال شهور الصالحة وتدارين مركاسي دين تلوينين كاسا دعوة دين إلهي الله أكبر آخرنا ومين أكي من شيء وحياني إنه يبطعي ويجرته أي واكاين. ومن يقوم إلى جنة عرضها سماوات والأرض اللي هو كيس عبي أنت تمرت عليه ويقول أنت والله إن الله شاس لو أننا أسكتوا فكان أهل فانسي إخواني هذا الفهم البسيط في الدنيا قيمة إلا السير قيمة قيمة الآخرة نرس أنا هذا دميري هذا لنا لا سحيب فينا دعا أرسوك أو بوسلوك كبع جنوة سوك عن أغنيس لا أنا سحيب الله لك على رجل شهد أفشيه وحناقة لكن أصحاب النبي ما بسوشيه الجنة جابر بن عبد الله هو مسلم ما هو نقر مسلم النبي نبي هو مسلم ما لنا ما هو نبي واركي أدعمه سوى حوالي إعلان يوم هو محوحم وأنا قلت يا رسول الله ما هي عشون ويجيب ما هي قوير ويجيب وحاسب ما تتعمل هي نسيبه بينينا حاسبه بولينا ما لنا ما رتي مهلك اليوم ما لنا غلقل اليوم ما لنا فلان اليوم هذا من فارغ البقت هذا ما في بسيط الدنيا شيء بسيط طبعا بس عمي لحل ما هي قرصتي ما قبل مسحره والله يا رسول الله ما تقول سلي أسمع قروه وهنا بكرة تلعبها وتلعبه من اللي يسأل الله عليه وسلم من اللي يرمي كلاها دول يعني ندوي لهم حب قصوي وكان سوى شروع حيلو أن وحن قفها قروه في قوس قبل وين وابه كتير أبينا يا جهادك يوم أحد وقوق يقول شهيني شو هذا كم ذا وكأبه ما دام وقبل كتير قف وين وساسه طيب ولي ما سمع أو لي ولو بشان ساس عبارته بس لاحظ سيدنا عمر رضي الله عنه مكي حفصة وقبتي سي لاحظ أي منك كرهت وعندد ذي لما تقول إنه ما نسيت وجود تمرر سيدنا عثمان وكفي من عثمان ذي حفصة ومالمهن ويعني ذروف وانك واخد انت وقفت أنكبوري أنكبوري وإيه هدول ما شابوا رفات عزوما دي يشكي وعامل يجرد كان يوحاس ما شابوا رفات مركع عثمان وحويري مدكتي وحويري والله عرفت المانع هذا وقت المجلس نكر حوله كير عناقي هذا هو كأم شيء عمر كنت الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر هذه حفصة مكبرية حفصة وقبل إذا مكبرية أبو بكر وسط أمس وما جوابه وها يوم يبدو مكبر كل كان سيدنا عمر رضي الله عنه شكيني وحويري فكنت على أبي بكر أوجد مني على عثمان أبو بكر ما وصي على إجنا يعني عثمان سألوا على ذلك بطل أي أنا أبو بكر وحر ودهن إيه جوه ما أنت دنبا من إيه مضربي نبي قال مضربي قبل دي وجد عمر وقبل هذه يقولي وهتي أبوري وحبس أم المؤمنين النقطة سيدنا أبو بكر بأمركع عمر قيس ولا بحر عمر محبوي دينا يعني قالت يا أدور هذا إيش هو بنيت؟ يعني كل جواب هو إيه؟ مي حناقة؟ آه والله هو كو حناقة. ودي بحناقة أنا كو حناقة كي عن عثمان كو حناقة يقول يقول ديري قبل غير كو كبر ما كو حناقة. فقال أبو حنا كل شيء يقول الواحد كل جواب هو إيه؟ ما إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي لا صوها القاضي نبي وحفص صوها القاضي أي المغرئين وكل شيء كو تمام نبي صوح على القانين وما وضع كنانو هديه نبي وشكدين لها لهم برسل لها مركا ستة نبي أنا بشين كثير ومؤلم كان والله يقول هذا النبي مؤمن اللي وحده ويهد بنبوه لكن صوح وما كنت لأفشي سر رسول الله سمع رسول سرت رسول كان إنا يعني أنفع فيه ما أنا دوني دي يقول نبي صوح شغير مركا سري وغالب نقول معنا إخواني أدمي هذا القيمة هذا كان في كتاب لي وحنا هذا الأبوة وين شو ما بين كان كان كيكو بين كاروس كيكو بين كذا إلى دين توينات وأعمالنا لوينات وذكر جل من لوينات
ومش هيجدي لي خير كنا لوين انا اي انا قد وين اخو عندي بعد وقت بعد الصلاه مش هشتغل كده الوقت ان شاء الله اللي جاي والله هل يوم حساس مضى آخرين نبيزك الله خيرك شكرا بارك الله فيك بارك عموما إن شاء الله إخواني خير ما سوف تدارنا أنا بل إن شاء الله دلالنا أدوية إنت اللي جوي وحاولي ما أغام حقيقة إنت سيسع دونتو إيو إنت تيجيري دونتو إيو ما شئك سعوتو كل أحداث ومن بعد عيسى ومن على مضوء إن آخر آخر الدنيا المرهن إنا آخر فغشان وآخر الوينات إذا عظمت الآخرة في قلبي قلبي على هدي آخر هو وينات هأمرين إنا أدوية كحمانيش إلهي بالعكس أدوية نقول راحين أدوية نقول راحين آخر ما بيرمى الأكسبات الجريسة أعماش آخر اللي يسكدون إلا وهو يؤمن أدوية إلهي أعماش أقول لك الدولة يا آخر إن الله يا جريسة أدوية الله يا جريسة وبسيطة سهل بس شكر ربنا صلاة وفضل طعال إذا فضل صلاة فرض نوع علينا بشر ونوافش الفكر وقيام الليل يلن وشرس فضوحة فكر وقرآن كأخي سنة ومقرآن كبرن وذكر الإلهي بأنواعه فضل هو دعوة إلى الله دعوة إلى الله يا جماعة الخير دعوة إلى الله ومسؤولية كبيرة جدا. انت إلهي إن أرفع في الصبح.